عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش عمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان يوصل لكل جديد، ولأنه فيكم بأسعار جمارك السيارات في مصر 2024. ونبدأ. رسوم جمارك السيارات بعد تخفيض الرسوم الجمركية 70% للمصريين بالخارج. تبلغ القيمة الجمركية للسيارة أقل من 1600 سي سي موديل 2024 كالتالي: 33% بدل من 66% شامل الضريبة الضرائب تراكمي. تبلغ قيمة الجمركة للسيارة أكثر من 1600 إلى 2000 سي سي موديل 2024 كالتالي: 93% بدلا من 224% شامل الضرائب التراكمي. تبلغ القيمة الجمركية للسيارة أكثر من 2000 سي سي موديل 2024 كالتالي: 126% بدل من 268% شامل الضرائب التراكمي. فئات جمارك السيارات من الخارج حسب سعة المحرك 2024. تبلغ القيمة الجمركية للسيارة حتى 1600 سي سي كالتالي: 40% ضريبة جمركية زائد 3% رسوم التنمية زائد 1% ضريبة الجدول زائد 14% ضريبة القيمة المضافة. تبلغ القيمة الجمركية للسيارة أكبر من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي كالتالي: 135% ضريبة جمركية زائد 5% رسوم تنمية زائد 15% ضريبة الجدول زائد 14% ضريبة القيمة المضافة. تبلغ القيمة الجمركية للسيارة الأكبر من 2000 سي سي كالتالي: 135% ضريبة جمركية زائد 8.5% رسوم تنمية زائد 30% ضريبة الجدول زائد 14% ضريبة القيمة المضافة. تمنح السيارة المستعملة استعمال شخصي ومسجلة مالك أول قبل تاريخ 1 أكتوبر من العام خصم قدره 10% بشرط أن تكون مستوفاة للقواعد والشروط الاستيرادية. تمنح السيارة المستعملة التي ترد بعد تاريخ 1 أكتوبر من كل عام خصم قدره 5% ولا يجوز أن تزيد نسبة الخصم عن 50%. أسعار جمارك السيارات في مصر 2024. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة مايكة شيفورلي لانس موديل 2018 بمحرك 1600 سي سي حوالي 85,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة مايكة شيفورلي أوبترا موديل 2018 بمحرك 1600 سي سي كاملة حوالي 100,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 تشمل جميع الكماليات بمحرك 1600 سي سي حوالي 225,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة أوبل استرا موديل 2019 بمحرك 1600 سي سي تشمل جميع الكماليات حوالي 185,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة ماركة سوزوكي سياذ موديل 2019 بمحرك 1600 سي سي حوالي 130,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة ماركة تويوتا كامري موديل 2018 بمحرك 2400 سي سي كاملة حوالي 1,360,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة هوندا سيفيكا موديل 2018 بمحرك 1600 سي سي كاملة حوالي 190,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة كيا سيراتو موديل 2018 بمحرك 1600 سي سي كاملة هاي لاين حوالي 120,000 جنيه مصري. تبلغ قيمة الجمارك على سيارة هونداي أكسنت موديل 2017 بمحرك 1600 سي سي كاملة هاي لاين حوالي 85,000 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار جمارك السيارات في مصر 2024. لا تنسوا اشتراك القناة في زر الجرس وتعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.